وينكم يا خي؟ تأخرت وخلصنا قتلت همه. عماد، اللي صاير شي يعني؟ ليه ساكت هيك؟ خبرني. مش عم بفهم شو اللي عم يصير. مش عم بفهم شو اللي تغير بوقت قصير. بقولك أنا عملت شي غلط. مش عم بفهم شي جد. ليش الواحد بيفل فجأة؟ يفل؟ لمين فل؟ ميا. ميا؟ ايه ميا. ليه انتو كنتو مع بعض؟ صارت الاشياء جدية بوقت قصير. لهيك اختفيت انت وياها. لهيك ما قدرت لاقيها هذيك المرة مزبوط؟ هي ما كان بدها حدا يعرف ونحنا طلعت انت وياها ورحتوا على محل لوحدكم. طلعت على بيت الجبل صح؟ ايه. طب هلا خبرني شو صار؟ اتخنقتوا يعني؟ شوفي لا ابدا، كل شيء كان روعة، كل شيء كان حلو. كنتوا مبسوطين؟ اكثر ما بتتخيل. بس راحت 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 بلا ما تقول شيء هيك. ننزل يلا تاتا. مش قادر اتحمل اكتر جد. عم عيد القصة براسي اكتر من مرة من الاول للاخر ومش عم بقدر اعرف ليش. هلا اذا عرفت السبب ليه رح تتقبل انا فلت؟ اكيد لا. يمكن ما بعرف. والله ما بعرف. بس انه الشيء اللي رح تسمعه رح يوصلك لنتيجة؟ يمكن يفتح لك بواب جديدة وتلاقي حالك واقع بمشاكل تانية. انت بتعرف شي جد؟ اذا بتعرف خبرني. انا عم بحط حالي محلك، عم جرب كل الاحتمالات. القصة ما بتخلص هيك جد. انطر، بلكي في شي بدها تخبرك اياه هي. خلينا نفل.